ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليبلغ 1,727 مليار تقريبا وفق دائرة الأراضي والمساحة. للحديث عن هذا الارتفاع بالتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طلال الزبن، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة. صباح الخير دكتور وأهلا بك في أخبار السابعة. من أين أتى هذا الارتفاع، وهل اقتصر هذا الارتفاع على الشقق والأراضي فقط؟ أسعد الله صباحك أخوي معاذ. بداية استكمالا لحزمة الإعفاءات والإجراءات التي كانت بنهاية العام 2021، سعت الحكومة منذ بداية جائحة كورونا للنهوض في القطاع العقاري ضمن تكاملية للجهود بالشراكة مع القطاع الخاص. هذه التكاملية يعني كان قابلها حوافز، بالإضافة إلى الجانب القانوني تشريعات وقوانين وأنظمة، بالإضافة إلى تطور بالخدمات الإلكترونية. نتحدث اليوم عن ارتفاع عن حجم التداول بنسبة 29% وارتفاع ايضا قيمة الايرادات بنسبة 39% خلال الثلث الاول. هذه الارقام كانت ارقام ايجابية منذ بداية جائحة كورونا اخوي معاذ، ونحن في تصاعد مستمر. اثبت القشان الاردني والسجل العقاري انه الملاك الامن لرأس المال المحلي والاجنبي، وان شاء الله بالفترة المقبلة ايضا يعني نتوقع انه ازدياد وتيرة حركة على الطلب على العقارات. نعم. وارتفاع ايضا حجم التداول. نعم. طيب دكتور طلال، نعلم بان هنالك مستثمرين اجانب وايضا هنالك مستثمرين محليين، هل هنالك اي نسب وارقام للاستثمار الخارجي او كما تسمونهم الاجانب؟ نعم، ارتفعت حركه بيعات الغير اردنيين خلال الثلث الاول من العام 2022 بنسبه بلغت 43%. نعم. 43% بالنسبه للشقق كان الارتفاع عندنا 25%، وكانت ارتفعت ايضا بيعات الاراضي بنسبه بلغت 88%. ال 88% اخوي معاذ بالنسبه لارتفاعات الاراضي هذا الرقم مهم جدا. اليوم الغير اردني لما بده يتملك اي قطعه ارض بالاردن يجب ان يكون هنالك غايه من التملك، يعني غايه سكنيه، غايه صناعيه، فهي بالنهايه مشاريع استثماريه ان كان بالبناء او ان كان على الجانب الصناعي او الجانب قطاع التعدين والى اخره. نعم. هذه الامور هذه الارقام ايجابيه، يعني هذا الرقم اليوم لما يرتفع انا عندي حركه بيعات غير اردنيه، احنا بنعرف انه احنا كقطاع عقاري بالاتجاه الصحيح وبالاتجاه السليم. نعم. طيب سيدي اخيرا، هل هناك توقعات باستمرار هذا الارتفاع، ودائما لديكم دراسات تشير الى ما اذا كان هنالك توقعات بالارتفاع؟ بالضبط اخوي معاذ، عندما انتهت حزمه الاعفاءات بتاريخ 31/3 من هذا العام كان في قرارات جديده ايضا ولكن بنسب مختلفه. نعم. يعني استمر الإعفاء أول 150 متر بالنسبة للشقق، طبعا تنفيذا توجيهات جلالة سيدنا بتمكين المواطن الأردني من ذوي الدخل المحدود بامتلاك بيت للسكن. نعم. أيضا زادت حركة البيعات، يعني حتى مع اختلاف نسب الرسم زادت حركة البيعات. احنا نتوقع أيضا متفائلين أن احنا نكون لقدام أيضا باستمرار بالارتفاعات، بالإضافة لأن راح نطلق خدمات إلكترونية جديدة راح تسهل مزاولة النشاط العقاري، واحنا متعاونين مع كل الاطراف وبنستمع جميع الملاحظات من جميع المعنيين بالقطاع العقاري استشاراتيه حقيقيه، اي ملاحظه راح نقوم بتصويبها بشكل مباشر، وان شاء الله انه الفتره الجايه راح تشهد ايضا ازدياد بحجم التداول ان شاء الله. شكرا لك دكتور طلال الزبن، الناطق الاعلامي باسم دائره الاراضي والمساحه.